نقرأ ونفهم. فخر القرية. أيها الحفل الكريم، أحييكم جميعا بتحية طيبة مباركة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. اجتمعنا في هذه القاعة لتكريم ولد شجاع، وهو فخر قريتنا ونجم مجتمعنا، ياسر طالب الصف السادس. أنقذ صديقه راجو من الغرق. وفي هذه المناسبة أهنئ ياسرا على هذا العمل المبارك. ولدنا ياسر طالب مثالي، لأنه استعد لتضحية حياته لأجل الآخرين. الإنسان لا بد أن يساعد الآخرين في وقت الشدة دون أي تفرقة من الأديان والأجناس، ولا بد أن يشارك في السراء والضراء. أعزائي، كيف أمكن هذا الولد إنقاذ صديقه من الغرق؟ وهنا نتعرف على أهمية السباحة وفوائدها. حكومتنا تقوم بإجراءات لازمة في ولايتنا لتعليم السباحة لأبنائنا وبناتنا، وأقدم الشكر والتقدير لحبيبنا ياسر، وأختتم كلامي، والسلام.